بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر في الآيتين السابقتين أنه يجب على المسلم أن يتقي الله فيما بينه وبين الله، وأن يتقي الله فيما بينه وبين الناس بأن يحكم بالعدل، وأن يشهد بالصدق، وأن يقول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، كما أمر في الآية الأولى بالوفاء بالعهد الذي بينهم وبين الله حينما بايعوا رسوله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. يا أيها الذين، كما قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لما ذكر هذه الأمور في هاتين الآيتين العظيمتين أعقبهما بهذه الآية، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين وفوا بما ذكره الله في الآيتين السابقتين من القيام بحقوق الله جل وعلا، والقيام بحقوق خلقه، والقيام بالأعمال التي يتولونها من شؤون المسلمين، والعدل بين الناس، قال: وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل مقترنان، فلا إيمان بدون عمل، ولا عمل بدون إيمان. ولذلك شرح النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. وشرح الإيمان بالأعمال الباطنة في القلب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فآمنوا بقلوبهم بهذه الأركان، وعملوا بجوارحهم بأركان الإسلام وأوامر الإسلام، فجمعوا بين الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا. هؤلاء هم الذين آمنوا، هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمانا مقترنا بالعمل، وعملا مقترنا بالإيمان. هؤلاء وعدهم الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة على ما يقع منهم من النقص والخلل، لأن الإنسان ولو كان من أتقى الناس ومن أوفى الناس وأشدهم طاعة لله، فإنه لا بد أن يحصل منه خلل ونقص بحكم بشريته، لكن الله وعده بأن يغفر له، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة عما حصل منهم من الذنوب، وأجر عظيم على طاعاتهم وعباداتهم، أجر لا يعلمه إلا هو، عظيم لا يعلمه إلا الله. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، والله يضاعف لمن يشاء.
لهم أجر عظيم، وهذا ترغيب في الإيمان والعمل الصالح، وأن يتصف المؤمن بهما دائما وأبدا. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا، يعني ووعد الله الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا بآياته، كذبوا رسله، كذبوا كتبه، وعدهم الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي النار. الجحيم من أسماء النار، لأن النار لها أسماء كثيرة، منها جهنم والحطمة وسقر والهاوية وغير ذلك من أسمائها. فهؤلاء لهم الجحيم والعياذ بالله، أصحاب الجحيم أي الملازمون لها. وهذا فيه دليل على خلود الكافر في النار دائما وأبدا، وأنه لا يخرج منها أبدا، بخلاف المؤمن فإنه وإن دخل النار ببعض ذنوبه التي هي دون الشرك فإنه يخرج من النار، إما بشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة فيه، وإما بأن يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار. فما آل المؤمن إلى الجنة ولو عذب في النار، لا يخلد فيها، وإنما يخلد فيها الكافر الذي كفر بالله ورسله. ولهذا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمؤمن ولله الحمد لا يكفر الكفر المخرج من الملة، ولا يكذب بآيات الله، فهو متوعد بالجنة حتى ولو عذب في النار. وهذا من فضله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، وأنه أعد الدارين الجنة والنار، النار أعدها للمتقين والنار أعدها للكافرين. فعلى المسلم أن يتذكر هذا وأن يتذكر هاتين الدارين، فيهرب من النار بترك الذنوب والمعاصي، ويطلب الجنة بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يضيع أجر المحسنين، ولكنه سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه، وأن يتذكر هذا المصير الذي لا بد منه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، متى؟ في الآخرة، لهم مغفرة من الله وأجر عظيم لا يقدره ويعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مربوط بالإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أما الكافر والمشرك فإن الله لا يغفر لهما. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا دليل على أن الجنة لا تنال إلا بعمل، والعمل ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخولها، كما أن العمل السيء والكفر والشرك والمعاصي سبب لدخول النار. فالأمور بأسبابها، فعلى المسلم أن يفعل أسباب الخير، وأن يتجنب أسباب الشر، وأن لا يزكي نفسه ولا يعتد بعمله أو يمن به، بل عليه أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الآية كغيرها من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الترغيب
وفيها الترهيب، فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.